الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك. الى شي نهار درت شي حادثه، يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. صدق المجلس الجهوي للاستثمار لجهة فاس بولمان خلال النصف الأول من السنة الجارية على 83 مشروعا استثماريا بغلاف مالي يصل إلى 2 مليار و110 مليون درهم. وقام المركز الجهوي للاستثمار في 6 أشهر الأولى من السنة الجارية بدراسة 114 مشروعا استثماريا في إطار اجتماعات اللجنة الجهوية للاستثمار تمت خلالها المصادقة على 83 مشروعا ستساهم في إحداث ما مجموعه 2243 منصب شغل. قالت غرفة تجارة سارة قوستا إن صادرات إقليم تاراغونا شمال شرق إسبانيا نحو المغرب بلغت 70 مليون يورو في سنة 2012، ما يجعل من المملكة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لهذا الإقليم. وأضافت الغرفة أن المغرب بات واحدا من الوجهات الرئيسية لصادرات إقليم تاراغونا المستقل، مشيرة إلى أن أزيد من 60 مقاولة بالمنطقة تعمل بالخصوص في مجالات الخدمات اللوجستيكية والبناء ومستحضرات التجميل استقرت بالمغرب. بلغت القيمة الاستثمارية لتنفيذ برنامجي التراث والموروث الثقافي والتنشيط والرياضة والترفيه في إطار برنامج رؤية 2020 بجهة تدلى أزلالة حوالي 630 مليون و500 ألف درهم من أجل تتمين التراث الطبيعي والقروي المغربي مع الحفاظ على أصالة السوسيو الثقافية. اللحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة دار البيضاء ونسهل بالمؤشرات المحلية. بورصة دار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا والثالثة على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية، أغلقت جلسة الاثنين على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال الأبناك والعقار أغلق جلسته على ناقص 0.96% بمجموع 6967.96 نقطة. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل الشركات المدرجة بالبورصة أنهج جلسته بالصفر أو ناقص 0.91% بمجموع 8579.85 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سانفيني بروسيت حال أولا بتسجيله زيادة نسبتها 5.76% ليرتفع سعر سامي إلى 147 درهم. في المركز الثاني حل سامينيا اختويسيت والذي تحسن بما نسبته 3.76% لينتعش سعر سامي ب 1544 درهم. وفي المقابل تصدر سام نيكسونس ماغو قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 5.98% لتراجع سعر سامي إلى 134 درهم. في المركز الثاني حل سهم الضحى بانخفاض نسبته ناقص 4.85% ليتراجع سعر سهم إلى 42 درهم. ونختم مشاهدينا النشرة بصرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم: الأورو ثمن شراء 10.59 دراهم وثمن البيع 11.04 دراهم، الدولار الأمريكي ثمن شراء 7.99 دراهم وثمن البيع 8.23 دراهم، الدرهم الإماراتي ثمن شراء 1.17 درهم وثمن البيع 1.26 دراهم، الريال السعودي ثمن شراء 1.13 دراهم وثمن البيع 1.22 دراهم. بهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه، يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤيه جديده للتامين والتوفير.